أنا حازم خميس أستاذ القلب جامعة 6 أكتوبر. نظريا أنا الفاوندر بتاع الكايرو بي سي آر سيمينار. الفكرة جت من أني القصة مش أن أنا أعمل مؤتمر في مصر، القصة أن أنا أفيد دكاترة القلب بذات الشباب، يعني أنهم يتعلموا التكنيكس بتاعة الانترفينشن بتاع الأسطرة التداخلية من أحسن ناس في العالم. فالبي سي آر أحسن ناس في العالم تأدي أو تدي الكورسز دي. فاتفقنا مع اليوروبا أورجانيزيشن المسؤول عن البي سي آر، واتفقت مع جون فجدي إن إحنا نعمل الكورس ده في مصر، فعملناه 2016 ودي تاني مرة نعمله. الفكرة إن بنختار مجموعات معينة من الأسطرة التداخلية الانترفينشن بي سي آي. خدنا السنة دي البايفوركيشن والليفت مين والجرافت، ازاي تشتغل في الجرافتس وازاي تشتغل لو عيان حصل له انستنت ريستوز. اما اخترت الاربع مواضيع دول اخترتهم لاسباب تقنيه في مصر، ان هذه المجموعه من الحالات بقت غالبيه الحالات في كل وحدات الاساطر في مصر. فالحقيقه انا مبسوط ان احنا حققنا هذا الكلام وحققنا للشباب الاطباء القلب في مصر هذه الفرصة لتاني مرة، وأتمنى أنها تفيد الناس وعلم ينتفع به، وشكرا جزيلا.